الله يرحم الوالدين. إلا كتشوفوا فينا راه حنايا 50 عام وهذا الموقف كاين. ما عنديش من يدخل عليا ربطة ديالنا هنا. اليوم يشرعوا علينا من الموقف فين غنمشوا. راه حنا ما عندنا غير الله، لا ما ناكلوا لا ما نشربوا لا ما جينا للموقف. لا حنين لا رحيم من غير الله. وانا رشت انا ودوني في غنمشي، ولقى الحل اللي غنمشي فيه نجمع ولادي نهوض نديعو ولا نطيحو في شي بحار ولا في غنمشي. انا لقيت 17 عام وانا في الموقف، انا كاريه بي 18، ما كنصير على وليداتي، كنخدم في الديور ما كنخدم شي حاجه. فين غنمشيو المسؤولين ديال البلاد؟ فين غنمشيو؟ نسرقوا نمشيو للحبس، نقتلوا نمشيو للحبس، نطلبوا جراوتي علينا، بعنا كلينيك شريتو علينا. السلام عليكم. كنطلب الله ونطلب المسؤولين يوقفوا معانا. انا 36 عام وانا كنقعد هنا، ما عنديش يدخل عليا ربطه ديالنا. انا عندي بنتي مريضه برجلها، كناكل فاني ديال الطونسيو وكناكل فاني ديال القلب. انا مريضه ما عنديش من يدخل عليا ربطه تاع النعناع. انا مش حال من عام وانا كنقعد في الموقف، عمرني ما جا واحد وقف وقال لي سرقتي لي ولا ديتي لي. واليوم ماشي شي تقدم في شي، واحد عنده ماندا واحد عنده الله. حنا ما عندنا ماندا، انا ما كندويش على راسي، كندويت على الضعيف بحالي اللي قاعد في الموقف. واليوم كنطلبوا من الله ومنكم ديروا لينا شي حل. الماء كيجبد والضو كيجبد والكرا كيجبد والدواء كيجبد، في غنمشوا. الا قلتوا هذا الشيء ما كاينش، يجوا المسؤولين يشوفونا ويطالعوا بينا ويطالعوا بديورنا. انا كناكل ثاني ديال الطونسيو ب 2400، كناكل واحد ب 1800، واحد الصباح وواحد في العشيه. كناكل ثاني ديال القلب عباد الله، ما عنديش من يدخل عليا ربطه ديالنا هنا. اليوم يشرعوا علينا من الموقف فين غنمشوا. فين غنمشوا المسؤولين ديال البلاد؟ فين غنمشوا؟ نسرقوا نمشوا للحبس، نقتلوا نمشوا للحبس، نطلبوا جراوتي علينا، بعنا كلينيك شريتو علينا. اش من دير بقلنا تحت الله؟ واليوم وقفوا معانا المسؤولين ديال جاسفي، وقفوا معانا. راه حنا ما عندنا غير الله، لا ما ناكلوا لا ما نشربوا لا ما جينا للموقف. لا حنين لا رحيم من غير الله. رانا مريضه واقفه 34 سنة وأنا كنقعد في الموقف، بي عيشت 5 الولاد واليوم عاد بغا يحيدونا من الموقف. لا هذا ماشي حل، ديروا لينا حل، أعطونا فين نخدمو، أعطونا شي بلاصة بين نقعدو نترزقو الله. نموتو في غنمشو، ما عندناش فين نمشو سوى الله. وحنا كنطلبو من المخزن يدير لينا حل، ما عندناش فين نمشو، ما عندناش فين نمشو. الزيت غلاق، الدقيق غلاق، المصاريف غلات، اش غنديرو تحت الله؟ اللهم لك الحمد. حنا كنطلبو من المسؤولين يشوفو من حالنا باش يجرو علينا من الموقف. لا حنا حامدين الله على داك الموقف. كيدوزو لنا المسؤول المحسنين كيتعاونو معانا لوجه الله، مولا درهم مولا جوج مولا 40 مولا 60، يجي واحد يدينا نخدمو يضرب بينا من الصباح حتى العشية. وحامدين الله، ولكن باش يجرو علينا الله. أنا اليوم قاضي عليا الدواء ديال القلب ومقادين عليا في الفاني تاع الطونسيو، أنا واقفة وكنترعد. واليوم غديرو لينا حل، أنا ما عندي باش نشري الدواء. وإلا كنتو تسمعونا المسؤولين ديرو لينا حل. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، ديرو لينا حل.
ديروا لينا حل. الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين. الا كتشوفوا فينا راه حنايا 50 عام وهذا الموقف كاين. انا لقيت 17 عام وانا في الموقف. انا كاريه ب 18، ما كنصير على وليداتي، كنخدم معاها في الديور، ما كنخدمش شي حاجه. الله يرحم الوالدين. البوليس راه جارينا نوضنا، الا ما ديروا لينا حل عطونا شي بلاصه اللي غنخدموا فيها، ولو عينوا لينا شي بلايصه نمشوا فيها. لا ما بغاوناش هاد الناس نقعدوا هنا، راه ما عندناش فين نمشوا، راه الحشا ما عندناش. خصني نعرف علاش غينوضني، خصني نعرف علاش غينوضني. راه عندي وليداتي، راه ما عنديش منصير عليهم، راه الله فوق مني. وانا هاد الكلمه يجي عندي ويدخل معايا للدار ويشوف ولادي واش مراض ولا ما مراضش. الله يرحم الوالدين، ديروا لينا حل. الله يرحم الوالدين، ما عنديش اللي يخدم عليا، راني كاريه ب 20. الله يرحم الوالدين. وكاينه بدوري من هنايا وانا في غنمشي، راني كنخدم بيديا في الديور، راني مرا كبيره وكنخدم بيديا على وليداتي. ولا قلتو ما كاينش، خلطوا عليا للدار، خلطوا الدرب الخصاصي رقم الدار 29 49، ودخلوا عندي للدار وشوفوا ولادي واش مرض ولا ما مرضش، وشوفيني واش كاريه ولا ما كاريهش. والدار كامله رايبه كطيع عليا. الله يرحم الوالدين. انا كنطلب عند الله وعدكم خلونا نخدموا في خديف. ما قلنا لكم عطونا، ما قلنا لكم والو، خلونا نخدموا. راه كنخدموا في الديور، راه مرا كبيره خدامه في الديور، في غنمشي اش الحل اللي غندير؟ ملي غندخل الدار دابا اش غندير؟ غندير نطلب؟ غنسرق؟ في غنمشي؟ راه ما عندنا لا ماندا لا والو، راني ما خدامه ما والو عمرني، باش كنركب باش كنوكل وليداتي. كيدوني العيالات كنخدم في الديور، كاين اللي يفرق علينا هنا، كاين اللي يعطيك السكر، كاين اللي يعطيك الزيت، كاين اللي يعطيك اتاي، كاين اللي يفرق عليك، كاين اللي يعطيك فلوس، يقول لك هاكي ما دير وليداتك. وانا علاش تنوضوني؟ في غنمشي؟ قول لي الحل اللي غنمشي فيه، نجمع ولادي نهاودو نديع ولا نطيحو في شي بحار ولا في غنمشو. ولا قالوا هاد الشيء ما كانش انا عطيتك العنوان، يخلطوا عليا الدار وندخلهم للدار، يشوفوا ولادي اللي متريحين مرض. واحد راه حمق، لا ما وكلتوش ما ياكلش. الله يرحم الوالدين. انا كنطلب عند الله وقفوا معانا، كنطلب عند سيدي ربي وقفوا معانا وخلونا في بلايصتنا خدامين. كنطلبكم وكنترجاكم الله يرحم لكم الوالدين، خلونا نخدموا. الله كنت طريف تاع الحوز، حنا كنمشيو صبنا في الديور. شوف اخويا جاو جراو علينا من هنا، يديروا لنا شي اداره نخدموا فيها. انا من غدا نخدم، يديروا لي شي اداره نخدم فيها. دابا انا لي 16 عام، دابا انا عندي 16 عام وانا خدامه هنا، عندي بنت وولد. البنت قاريه ما خدمتش، جالسه ناعسه عندها 26 عام. ودابا انا اللي كندخل لهم القوت، كاريه ب 12000 وما عنديش. وهاد البلاصه ديما كنجي ليها انا، ما كندير حتى شي حاجه زعما خايبه. المهم شي اداره نخدموا فيها نخدموا، كاتش اداره نخدم، مستعده نخدم فيها. فاش ما كان نخدم، المهم ما خصنيش نرجع لولادي هكاك، ما عندي ما ناكل ما عندي ما نشرب. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.